فجعة جديدة تحل على الولايات المتحدة التي ذاقت في الأسبوع الأخير سلسلة جرائم قتل جماعية نفذت بالأسلحة النارية الخفيفة من جريمة المترو في نيويورك المدينة، مرورا بقتل 10 أشخاص بنيويورك الولاية ومذبحة راح ضحيتها 19 طفلا ومدرسان في تكساس. قائمة هكذا جرائم بالأخص في المدارس والجامعات تطول والظاهرة في نمو، وفي أعقاب كل جريمة ينفجر نفس الجدال الأمريكي حول ضرورة إيجاد قوانين تحد من حملة السلاح واستخداماته في بلد ينص دستوره وبكل وضوح على حق كل فرد في حمل السلاح حتى وإن لم يكن في سن التصويت. التحدي الأكبر يكمن في لبهات السلاح المعارضة لأي قيودات في استخدامه والتي تملك يدا طولة في المؤسسات التشريعية الأمريكية. داخل جسد الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا يتطفل ويتكاثر فيروس فتاك. تعاني الولايات المتحدة في العقود الأخيرة من جرائم قتل النار العشوائي التي تصل حد المذابح الجماعية بسبب الأسلحة النارية. آخرها تمثل في هجومين بغضون أسبوع بولايتي كاليفورنيا حيث قتل 10 أشخاص وتكساس حيث قتل 21 شخصا أغلبهم أطفال داخل مدرسة ابتدائية. كثيرا ما تقع هذه المذابح داخل المدارس على أيدي مراهقين، كما حصل عام 99 في مدرسة كولومباين ومدرسة ساندي عام 2012 وماركوري في العام 2018 حيث قتل العشرات في كل واحدة. تقول المباحث الفيدرالية إن جرائم إطلاق النار تزايدت منذ العام 2017 بنسبة 97%، وبشكل عام هناك ما يعادل جريمة ونصف في كل يوم. كلما وقعت هذه الجرائم يعود الجدل حول التعديل الثاني في الدستور الأمريكي. ينص التعديل على الحق في تشكيل ميليشيا لحماية أمن البلاد والحق المواطنين باقتناء وحفظ السلاح. شكل هذا البند قدس الأقداس بالنسبة للمجموعات الضاغطة التي دافعت عن حرية حمل السلاح وعدم تقييده بأية تشريعات. تنشط هذه اللوبيهات منذ ما يزيد عن القرن، ومع الزمن كبر أتباعها ونفوذها ومالها. من أقواها الاتحاد القومي للسلاح، والذي بميزانيته التي تفوق 250 مليون دولار سنويا أملى كلمته على أعضاء الكونغرس. They want to tear down our system. أيد المشرعون في الكونغرس في أعقاب كل جريمة قوانين من شأنها الحد من أنواع واقتناء السلاح النارية، لكنها لم ترتقي حتى الآن إلى حل جذري يقلص بشكل كبير هذه الجرائم ويعيد قراءة التعديل الثاني للدستور بمفهوم عصري. كثيرون من الرؤساء وآخرهم جو بايدن وعدوا بالوقوف في وجه لوبهات السلاح في تحد لم يفلح فيه أي من الرؤساء حتى الآن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن دكتور خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات والخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، أسبوع دموي مليء بالجرائم، وإذا ما نظرنا إلى الصورة الكبيرة هذه المذابح إن صح التعبير في منحنى تصاعدي وإن كان متذبذب، لماذا؟ ما وصفته بدون أي شك يشكل مأساة أمريكية بامتياز، لأنه بصراحة يعني لا تشبه هذه المأساة الوضع في كثير من دول العالم، حتى الدول المتقدمة أو الدول الغنية. يعني الولايات المتحدة هي ليست المجتمع الوحيد الصناعي في العالم الذي يعاني من مشاكل بالنسبة للأمراض العقلية أو بالنسبة للعنف الداخلي أو بالنسبة للإيديولوجيات المتطرفة، ولكن يعني لماذا نسبة اللجوء إلى مثل هذه العمليات 25 مرة أكبر من أي دولة أخرى؟ يعني عندما أقارن الولايات المتحدة مع دول أخرى مشابهة لها من ناحية الدخل، يعني في حين يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا نصف سكان هذه الدول 22، لماذا تبلغ عمليات القتل عبر إطلاق الرصاص 82% في الولايات المتحدة من كل هذه الجرائم في كل هذه الدول، وخصوصا قتل الأطفال والشباب؟ صحيح. 91% من هذه الجرائم في الولايات المتحدة. فهناك مشكلة اجتماعية إيديولوجية سياسية، يعني خليط من الأمور قاد الولايات المتحدة إلى أن تعاني من هذه المشكلة بالأساس. في مقدمة هذه الأمور النقاش الدائر حول الدستور الأمريكي أو تحديدا البند الثاني الذي يتيح استخدام السلاح، وفي كل مرة تفشل المحاولات لسن قوانين تحد من هذا السلاح، لماذا؟
بصراحة يعني أصبح هذا الموضوع موضوع هوس جماعي، هوس التسلح في الولايات المتحدة. كيفية ترجمة التعديل الثاني للدستور الأمريكي في الولايات المتحدة كأنه يعطي حق مفتوح ودائم لأي فرد في الولايات المتحدة بدون أي شروط لاقتناء السلاح للدفاع وامتلاك السلاح للدفاع عن أمن الولايات المتحدة. ربما هذا كان صحيحا قبل 240 عام، ولكن اليوم قضية الميليشيات لا قيمة لها في دولة عظمى. فهذا التشبث أو هذا الذي أصبح هاجس اليوم في العقلية الأمريكية هو الذي يحول ذلك، لأنه تم تسييسه عبر السنين، أصبح موضوع سياسي، موضوع إيديولوجي. أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة يعتبرون أن أي محاولة لتقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة يعتبر خصوصا من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وكأنه انتهاك لحرية الفرد المفرطة هنا في الولايات المتحدة. وفي كل مرة الجهود تصدم بلوبيهات المدافع عن حمل السلاح وعلى رأسها الوكالة القومية للسلاح أو NRA، لهذه الدرجة هي قوية ومن يدعمهم أكثر إذا ما نظرنا إلى الخارطة الحزبية الأمريكية؟ لا شك أن هذا اللوبي مدعوم طبعا من اليمين، من الأحزاب اليمينية المتطرفة، مدعوم أكثر من الحزب الجمهوري، مدعوم يعني أكثر من كما قلت من اليمين أكثر من اليسار أو من الليبراليين، الشكل الليبرالي في المجتمع الأمريكي. ولكن يعني بصراحة أصبحت هذه القضية قضية أساسية، قضية شعبية، لها شعبية واسعة في الولايات المتحدة. فأغلب هذا الدعم يعني ماذا جعل من هذا اللوبي أغنى لوبي في الولايات المتحدة وأقوى لوبي، أقوى صحيح. من اللوبي الصهيوني بعشرات المرات. الدعم المادي من الجمهور، الدعم المادي من الأعضاء، يعني ملايين الأعضاء يتبرعون بملايين الدولارات شهريا، ويتم عبر هذه جمع هذه الأموال شراء ذمم في الكونغرس الأمريكي. ومن هنا عدم نجاح الكونغرس الأمريكي في الماضي وحتى الآن. يعني أنا شخصيا أشك أن حتى بعد هذه الجريمة لا أعتقد أننا سنشاهد، رغم المحاولات التي بدأت بالأمس واليوم هنا في واشنطن لتمرير ربما قانون جديد يقيد من امتلاك السلاح وانتشاره في الولايات المتحدة، لا أعتقد أننا سنرى نتائج إيجابية بسبب هذا الانقسام الواضح في الولايات المتحدة. يعني رغم ذلك أنت غير متفائل. طيب في أي مناطق برأيك تتركز هذه الجرائم، ولماذا المدارس على وجه التحديد؟ لا أعتقد أن هناك بعد جغرافي لهذه الظاهرة الاجتماعية بصراحة. يعني عندما أنظر إلى خارطة هذه الجرائم أراها في الواقع منتشرة في الشمال وفي الجنوب، منتشرة في الشرق وفي الغرب، منتشرة في ولايات تحوي مدن كبرى وفي ولايات ريفية بأكملها، كما شاهدنا في منطقة ريفية في تكساس هذا الأسبوع. يعني ليس هناك من نمط معين يشير إلى بعد جغرافي معين، الظاهرة منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. التركيز على المدارس ربما هو بسبب أولا عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم في الواقع يأتون من سن منخفض، يعني من سن الأطفال والشباب حتى صحيح. يعني 17 18 19 سنة من العمر لديهم مشاكل في التأقلم أو التخرج حتى من المدرسة، كما هو الحال بالنسبة لسلفادور راموس مرتكب هذه الجريمة بالذات. يبدو أنه سقط في الامتحانات ولم يستطع إكمال دراسته، وكان عليه ضغط في البيت من جدته وأمه للاستمرار في الدراسة، فلذلك أولا أطلق النار على جدته في البيت قبل أن يذهب إلى المدرسة، ويطلق النار بسبب هذا الحقد وبسبب هذا الفشل على زملائه في المدرسة التي تخرج منها في بلد صغير لا يتعدى عدد سكانه 16,000، يعني بلد صغير جدا نسبيا، وإثنيا متجانس، يعني أغلب سكان هذا البلد هم من المتحدثين صحيح. باللغة الإسبانية انتبهنا ليس هناك أي بعد عنصري أو بعد إثني آخر.
هناك دوافع كثيرة لهذه الجرائم تتفاوت من البعد العنصري إلى البعد الاجتماعي وما إلى ذلك. دائما نسمع في الإعلام الأمريكي يركز على الدستور الأمريكي، لكن ألا يوجد هناك مسألة أعمق تتعلق بالثقافة لدى الشعب الأمريكي؟ بدون أي شك، أنا شخصيا يعني أعتقد أن البعد لكي نفهم هذه الظاهرة بشكل جيد علينا أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة التاريخ والعقلية الأمريكية. يعني التركيز في التراث الأمريكي وفي العقلية الأمريكية على ما يسمى بالفردية أو حقوق الفرد individualism، ليس هناك من أي ارتباط جماعي يربط المجتمع الأمريكي بعضه ببعض كما هو الحال في دول العالم الثالث على سبيل المثال. فالحرية المفرطة كما أشرت إليها في بداية الحديث، التركيز عليها في هذا البلد، أعتقد أنه من مؤشرات أو من مسببات هذه الظاهرة، كما هو الحال بالنسبة لتفسير التعديل الثاني في الدستور. يعني هناك نوع من الهوس الجماعي في الولايات المتحدة، وكأن قطعة السلاح أصبحت جزء من جسم الإنسان، أصبحت جزء من الحقوق الأساسية والجوهرية للإنسان. لا نرى مثل هذه الظاهرة في أي بلد آخر في العالم، ومن هنا المعارضة الشرسة والعنيدة لأي تعديل للقانون أو للدستور بهذا الخصوص. ما يثير انتباهي دكتور أنه الأرقام تقول أن نسبة من يرفضون السلاح ومع تقييد استخدام السلاح أعلى بكثير من النسبة التي تؤيد استخدام السلاح، ومع ذلك فشلوا في إيجاد لوبي آخر مناهض. هذا صحيح. يعني آخر استطلاعات الرأي اللي عم تشير على الأقل أن هناك 53% من المجتمع الأمريكي يطالب بتعديل في القانون، يطالب بتشديد في الواقع القوانين التي تحكم موضوع شراء واقتناء السلاح، كما شاهدنا هذا الأسبوع شاب صغير في عيد ميلاده 18 يشتري بندقيتين أوتوماتيك ويبنز. هذه بندقيات تستعمل من قبل الجيوش للقتل في الحروب، لا معنى لها لوجودها حتى في مجتمع حضاري. ليس هناك أي استعمال معقول لمثل هذا السلاح في قرية صغيرة مثل هذه القرية أوفالدي في ولاية تكساس. فيعني لذلك هناك حاجة ماسة إلى تعديل القانون، رغم أن هناك كما قلت لوبيات قوية تؤثر على عدد، إن لم يكن نصف الولايات المتحدة، ربما حتى عندما يتم التصويت في الواقع يتم الضغط على السياسيين الذين هم عرضة لهذه اللوبيات التي تدفع لهم الأموال وتنتخبهم من جديد لتمرير أو الحفاظ على مثل هذه القوانين التي تحمي. يعني كيف يستطيع شاب عمر 18 سنة أن يقتني مثل هذه الأسلحة من مصادر مشتبه بها دون أن يتم فحص خلفيته؟ فيجب على الولايات المتحدة اتخاذ قوانين أشد صرامة مما شاهدنا حتى الآن بالنسبة لاقتناء الأسلحة. أشكرك على كل هذه المعلومات دكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات السياسية في واشنطن والخبير في الشؤون الأمريكية. شكرا جزيلا لك.